إسرائيل ضغطت على الخطوط الخلفية لحزب الله اللبناني بضربات انتقامية كبيرة للغاية، وهذه الضربات بدأت ليلة يوم أمس واستمرت حتى صباح هذا اليوم. وتفاصيل هذه المسألة تحدث عنها الجيش الإسرائيلي بالإضافة إلى العديد من الوكالات مثل وكالة رويترز، وكانت هنالك لقطات لهذه الضربات التي جاءت بهذا الشكل. بالنسبة لسلاح الجو الإسرائيلي، نفذ أكثر من 14 غارة على العديد من الأهداف الاستراتيجية الخاصة بحزب الله اللبناني في جنوب وجنوب غرب لبنان وفي صورة الساحلية، وكذلك في البلدات التي تعتبر هي خط استراتيجي وحساس بالنسبة لحزب الله اللبناني باتجاه الجليل الأعلى تحديدا. ونلاحظ هنا الكثير من الضربات التي طالت مستودعات وبنى تحتية صاروخية مهمة بالنسبة لحزب الله اللبناني، وأدت هذه الضربات إلى مقتل عنصر من حزب الله وكذلك مقتل مدني آخر. وهذه الضربات لم تأتي من فراغ أبدا، بل إن حزب الله اللبناني أساسا يوم أمس نفذ هجوما هو الأعلى منذ 25 من أغسطس الماضي حتى يومنا هذا، بما يقارب الأكثر من 115 صاروخا على شمال إسرائيل. نتحدث عن 65 صاروخا من هذه الصواريخ باتجاه الجليل الأعلى، وركزت على كريات شمونة، وواحدة من الصواريخ كان قد سقط على هذا المنزل الذي نراه هنا. وبالتالي هذه الضربات لم تكن عادية أبدا مما جاء من قبل حزب الله اللبناني. وأيضا في نفس الوقت، أن رغم الهجوم الإسرائيلي الذي نتحدث عنه اليوم، حزب الله عاد ورد بالعديد من الطائرات المسيرة التي هاجمت الجليل الغربي هنا شمال غرب إسرائيل وباتجاه نهاريا كما نلاحظ. وبالتالي ليس هنالك توقف من قبل حزب الله اللبناني. ولا بد من ذكر مسألة مهمة، بأن الشهر الماضي يعتبر هو الشهر الأعلى من ناحية الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة منذ شهر يناير ب 1307 صاروخا وطائرة مسيرة على عمق إسرائيل. وهذا هو الذي دفع إسرائيل طبعا بالرد بهذا الشكل الذي ذكرناه الآن. وطبعا بالنسبة لحزب الله والتصعيد بهذه الطريقة، هو لا يأتي من فراغ أبدا، هو يأتي بتوقيت على ما يبدو مدروس من قبل الحزب، حيث أن نتنياهو يواجه الكثير والكثير من الضغوط الآن من المعارضة وكذلك من وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت. هنالك الكثير من الاعتراضات على طبيعة مفاوضاته فيما يتعلق بقطاع غزة. مسألة الأسرى لا زالت هي مسألة صعبة بالنسبة للجانب الإسرائيلي، وحركة حماس وضعته في موقف صعب بعد إعدام الستة أسرى الإسرائيليين من ضمنهم من هو يحمل الجنسية الأمريكية. المسألة أصبحت صعبة بأن إن تقدمت إسرائيل في هذه المعركة ولم تقبل بأي اتفاق أو هدنة بأي شكل من الأشكال، هذا يعني بأن حركة حماس قد تعدم جميع هؤلاء الأسرى، وهذا هو الذي يشكل ضغطا كبيرا عليه. وكذلك أن الولايات المتحدة من جهة أخرى تضغط عليه من أجل الموافقة على تحقيق أي اتفاق، لأن من هم متواجدين أو موجودين كأسرى لدى حركة حماس هم ليسوا فقط إسرائيليين، وإنما من جنسيات أخرى من ضمنها طبعا الجنسية الأمريكية. بالإضافة أيضا إلى أن الفصائل المسلحة الموجودة في الضفة الغربية تصعد بشكل هائل، وبالتالي يبدو نتنياهو من خلال هذه المعادلة مقيدا بشكل كبير، حتى أن جماعة الحوثي لم تنتقم حتى هذه اللحظة، إيران لم تنتقم حتى هذه اللحظة، هنالك قيود كثيرة يعاني منها. وبالتالي وجد حزب الله اللبناني على ما يبدو بأن رغم التحشيدات الكبيرة باتجاه جنوب لبنان، إلا أن يبدو أن إسرائيل في ظل هذه القيود والصعوبات السياسية الداخلية لن يقوموا باجتياح جنوب لبنان. وبالتالي هذا هو الذي دفع الآن حزب الله أن يظهر بقوة، رغم أنه نوعا ما خفض من طبيعة هجماته منذ 25 من أغسطس عندما حاولوا الانتقام لفؤاد شكر، وكانت إسرائيل قد سبقتهم بضربات استباقية قبل ربع ساعة من العملية. ها هم يصعدون بهذا الشكل ليفرضون ضغطا فوق كل هذه الضغوط، وبالتالي كل شيء نوعا ما مدروس بالنسبة لهذه الهجمات. لكن أيضا إسرائيل وردة فعلها التي نتحدث عنها لم تكن عادية أبدا، خاصة وأنها استهدفت خطوط حساسة، خطوط خلفية مهمة وخطيرة بالنسبة لحزب الله اللبناني، وهي تعتبر أهداف الرئيسية بالنسبة للجانب الإسرائيلي. وواحدة من اللقطات كانت قد جاءت بهذا الشكل باتجاه بلدة زوتر التي ترونها هنا، ضربت بهذه الطريقة هذه البلدة. الآن إذا ما قمنا بتحليل صورة الطائرة تحديدا، سنلاحظ بأننا أمام علامات على الأرض
تعطينا فرصة لمعرفة هذا الموقع. نلاحظ بأننا أمام بعض الطرق أو شكل للطرق المميز الذي سيساعدنا في معرفة هذه المنطقة. تلاحظ هنا أشجارا، وبالتالي هذه النقطة هي التي استهدفت. وإذا ما اتجهنا مباشرة بالقمر الصناعية الآن إلى زوطر، إلى هذه المنطقة أو البلدة، سنلاحظ بأن الضربة كانت قد جاءت بهذا الاتجاه تحديدا. لاحظ بأننا إذا ما اقتربنا منها ستلاحظ أننا أمام نفس الخطوط، خاصة إذا ما اتجهنا إلى اليمين قليلا فسنكون نحن أمام نفس الطرق ونفس الصورة التي كانت تصورها الطائرة عندما كانت تقوم بعملية القصف. كما نلاحظ ستلاحظ هذا هو نفس الطريق الذي ذكرناه وكان واضحا لنا، وهذا هو الطريق الآخر، وستلاحظ أيضا نفس صورة الطريق هنا، وبالتالي هذه الأشجار وهذه هي النقطة إذا التي كانت هدفا بالنسبة للجانب الإسرائيلي. ولا بد من الانتباه هنا بأن هذه النقطة التي استهدفت هي تأتي بجوار النهر الليطاني، هذا هو النهر الليطاني الذي ترونه هنا. كذلك أن هنالك ضربة أخرى جاءت بالقرب من دير سريان، هنا هذه هي دير سريان وهذه هي زوطر، وهذه نقاط حساسة للغاية التي نذكرها لأنها هدف كبير بالنسبة للجانب الإسرائيلي. والذي جرى هنا أن هذه الضربات من الطائرات الحربية الإسرائيلية باتجاه النهر الليطاني هي جزء من خطة كبيرة طبعا بالنسبة لإسرائيل تجاه هذه المنطقة. ولا بد من الانتباه أيضا بأننا هنا أمام الجليل الأعلى، هذا هو الجليل الأعلى الذي تتواجد فيه إسرائيل، والضربات جاءت في العديد من النقاط من الطائرات الحربية الإسرائيلية منذ 8 أكتوبر حتى يومنا هذا، وازدادت بشكل كبير تجاه كل هذه البلدات الموجودة هنا. مثلا نتحدث عن كفر كلا على سبيل المثال، أو بلدة الطيبة، وكذلك أيضا نتحدث اليوم عن زوطر، وكذلك عن دير سريال. بل لابد من الانتباه إلى مرج عيون التي ضربت بشكل مكثف من قبل الجانب الإسرائيلي، وضربت حتى بالمدفعية، وضربت أيضا قبل أسابيع قليلة منشأة أو محطة الطاقة الكهربائية هنا، مما أدى هذا الأمر في نهاية المطاف ليس فقط لقطع الطاقة الكهربائية عن هذه المنطقة، وإنما هذا أثر أيضا على محطات المياه، الاتصالات. وبالتالي هنا نلاحظ من خلال تكثيف إسرائيل لهذه الضربات بهذا الشكل على هذه النقاط عند النهر الليطاني هي محاولة واضحة جدا لإبعاد أي مدني موجود من هذه المنطقة. كل المدنيين ابتعدوا عن هذه المنطقة، بل بدأوا بالابتعاد بشكل أكبر. وكذلك هي تضع حزب الله اللبناني المتواجد في هذه الخطوط، إن كان في زوطر على النهر الليطاني، ما بعد النهر الليطاني، أو في دير سريان أو غيرها من القواعد الخاصة بهم، أن يضربوا بهذه الطريقة، يعني أن هذه القوات ستبتعد أيضا من التواجد في هذه المنطقة. ولا بد من الانتباه هنا بأن الجليل الأعلى بالنسبة له كي يصل أو كي تكون هنالك حركة سريعة من قبل إسرائيل باتجاه النهر الليطاني، المسافة تقريبا 4 كيلومتر أو حتى أقل من 4 كيلومتر. الحركة من هنا إلى النهر الليطاني ستجد بأنك أمام تقريبا 6 أو 6.5 كيلومتر كي تصل القوات الإسرائيلية لهذه المنطقة. والمناطق مثل كفر كلا الآن مدمرة بشكل كبير من هذه الضربات، وبالتالي هذا قد يوضح أن إسرائيل قد تندفع ولا زالت مستمرة بتهيئة الأرض بشكل مستمر بضرب النهر الليطاني والمناطق المحيطة به، لأنهم قد يندفعوا بسرعة كبيرة للغاية باتجاه النهر الليطاني. ولا بد من الانتباه أنهم لن يكونوا فقط في جهة النهر الليطاني، على سبيل المثال أن تكون هنا الدبابات الإسرائيلية وأن يكون حزب الله في الجهة الأخرى، هذا هو الشكل النظري، ولكن إسرائيل ستكون مضطرة للتعامل مع كل عناصر حزب الله الموجودين هنا بالمروحيات والطائرات الحربية لإبعادهم بشكل أكبر، لأنها عبارة عن منطقتين مرتفعتين واحدة تواجه الأخرى، وفي وسط هذه المناطق هو النهر الليطاني، وبالتالي أن يشعلوا أيضا ما بعد النهر الليطاني قدر الإمكان كي يحققوا هذا التقدم ويطبقوا القرار 1701. وبالتالي الضربات التي تأتي متزايدة على النهر الليطاني هي التي تعتبر المسألة الأخطر على الإطلاق. كذلك أن ضرب هذه المنطقة هو ينقل المعركة إلى النهر الليطاني بشكل أكبر، لأن إسرائيل أساسا تفكر أيضا في التقدم باتجاه هذه المناطق جنوب وجنوب غرب لبنان بطبيعة الحال، وباتجاه منطقة صور. بالتالي أن تستهدف هذه المنطقة بالكامل بهذا الشكل هو يضعف كل الإمدادات التي تصل لحزب الله اللبناني على العديد من المستويات، ليس فقط السلاح وإنما الغذاء، الماء، الأمور اللوجستية التي يحتاجها عناصر حزب الله اللبناني وقوات الرضوان، قوات النخبة
في حزب الله سيتعرضون إلى ضغط كبير، قطع الأمور اللوجستية والإمدادات التي يتمتعون بها، يعني أن هذه القوات ستضعف وقد يضطروا للانسحاب حتى قبل بدء إسرائيل للقيام بهذا الهجوم. بالتالي بالنسبة لإسرائيل تستمر رغم كل الضغوط التي تتعرض لها، هي مستمرة في عملية الضغط بشكل كبير حتى وصولها إلى ساعة الصفر، لكن ساعة الصفر حاليا هي ليست واضحة طبعا بكل تأكيد بالنسبة للجانب الإسرائيلي. والمثير بهذه المسألة أن إسرائيل الآن متهيئة على المستوى العسكري للقيام بهذه العملية، خاصة أن مينش أوسنت كان قد وضح بأن الشهر الماضي لوحده الولايات المتحدة قامت بشحن أو بنقل 17 طائرة بشحن أسلحة تصل إلى 3000 طن وزنها، هذا وزن كبير للغاية. 17 طائرة من طائرات الشحن الأمريكية قد وصلت الشهر الماضي إلى إسرائيل وأوصلت الكثير من الأسلحة والقنابل المهمة لصالح إسرائيل، من قنابل مارك على سبيل المثال، وهي التي تعتبر نقطة مهمة بالنسبة لإسرائيل. بالتالي إسرائيل مستعدة على العديد من المستويات لمعركة متعددة الجبهات، والمعركة الأهم بالنسبة لإسرائيل ألا وهي جنوب لبنان تحديدا. كذلك في نفس الوقت كان هنالك أو كانت هنالك ضربة مثيرة للغاية على الحدود العراقية السورية بالاتجاه السوري وباتجاه ألبو كمال، المرصد السوري لحقوق الإنسان، كان قد ذكر بأن الضربة كانت قد جاءت باتجاه شاحنة براد وقتل السائق في هذه الشاحنة، وبأن هذا السائق ليس أو لا يحمل الجنسية السورية، في إشارة إلى أنه من الممكن أن يكون عراقي أو من جنسيات أخرى. وعادة شاحنات البراد تنقل من خلالها الفصائل المسلحة المقربة من إيران أسلحتها، بالتالي هذه الضربة واضح أنها طالت شاحنة تحمل أسلحة، وكانت الشاحنة بالقرب من مقر، حيث أن المرصد السوري لحقوق الإنسان أيضا أكد أن هنالك انفجار قد طال مقر للفصائل المسلحة في نفس الوقت. بالتالي هي عبارة عن ضربتين من مسيرة مجهولة، وعادة المسيرات المجهولة يعتقد بأنها إسرائيلية ونفذت هذا الهجوم. بالتالي بشكل عام والصورة العامة نرى أن إسرائيل تضغط بشكل كبير على حزب الله اللبناني الآن مع كل هذا التصعيد، خاصة أن حزب الله لا يظهر أي علامة من علامات الردع منذ 25 من أغسطس حتى يومنا هذا. كذلك هي تضرب الحدود العراقية السورية وما هو يأتي باتجاه الداخل السوري، لا نستغرب أبدا إذا ما رأينا ضربات أيضا جديدة باتجاه دمشق أو السويداء أو حتى باتجاه السواحل السورية في البحر المتوسط إن كانت اللاذقية أو غيرها. هنالك الكثير من التحركات الخاصة بالأسلحة لهذه الفصائل، بالتالي محاولة قطع أي سلاح يصل لهذه المنطقة إلى شمال لبنان أو حتى باتجاه دمشق على مستوى الجو على مستوى البر للضغط على العمق الإسرائيلي، وذلك من أجل إبقاء حزب الله ضعيف وأضعافه قدر الإمكان حتى وصول إسرائيل لساعة الصفر للقيام بهذا الهجوم. ولكن إيران مستمرة بتهديداتها رغم عدم الانتقام لإسماعيل هنية، ونرى هنا بأننا اليوم كنا أمام تصريح جديد صادر من قبل نائب منسق هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، قال إيران ستوجه ردا قاسيا للعدو وعلى اغتيال إسماعيل هنية في طهران. وليس واضحا هل هذا الهجوم أو الانتقام سيكون مباشرا على إسرائيل أم غير مباشر، خاصة وأننا كنا أمام حادث صعب للغاية ومثير للغاية على الإسرائيليين. جاء شخص عمره 18 عاما يحمل بندقية قديمة للغاية وقام بإطلاق النار على القنصلية الإسرائيلية في ألمانيا تحديدا وفي ميونخ، كان هذا الإطلاق النار الذي نراه وهو يأتي في الذكرى السنوية 52 من أولمبياد ميونخ وما جرى فيها آنذاك من مقتل 11 إسرائيليا رياضيا. وبالتالي هنالك أحداث ليس واضح ما إذا كانت هي الانتقام الذي تبحث عنه إيران أو حركة حماس لما جرى لإسماعيل هنية. كنا أمام شخص آخر جاء من الضفة الغربية باتجاه مباشرة تل أبيب وحاول تفجير نفسه، أيضا لم تنجح هذه العملية. بالتالي نحن أمام الكثير من الأمور والتطورات والتفسيرات لما يجري، لكن ما يجري باتجاه لبنان يبدو واضحا على الأقل على المستوى العسكري.